فضيحه بكل معاني الكلمه. حطيني رقم واحد في الهجاصين. ليفربول بيخسر 7 من استون فيلا في مباراه غريبه جدا، غريبه جدا من ليفربول، من دفاع ليفربول، من تغيير تيرن كلوب من قرايه المباراه لبدايه المباراه للحارس المرمى. بدايه او مباراه غريبه، مباراه مش متعود منها اشوفها ليفربول، يعني مش متعود اشوف ليفربول بيخسر بال7 قدام مين؟ قدام استون فيلا، يا ريت فريق كبير. يعني مثلا لو لقينا ليفربول بيخسر من 7 من سيتي، بيخسر 7 من توتنهام، بيخسر 7 من ارسنال، بيخسر 7 من تشيلسي، ممكن اقول اه فريق كبير وفي مقومات وكل الكلام ده، لكن انت خسرت من استون فيلا 7، فريق السنه اللي فاتت كان بينافس على الهبوط والسنه دي قاعد بالعافيه وبيكسبك 7. مباراه مش فاهم، اخطاء كتير من كل المنظومه، من كلوب، من لعيبه، ومن اللاعب الاكبر ادريان. هنيجي لادريان في الاخر، بس هنتكلم عن كلوب في شويه نقط صغيره. اول نقطه وهي الاوفسايد جيم. الاوفسايد جيم اللي بيلعبه يورجن كلوب شفناه بيضربه قدام اتلتيكو مدريد، شفناه بيضربه ضد واتفورد السنه اللي فاتت، وشفناه النهارده يعني السنه دي في كذا مباراه بيتضرب من الاوفسايد جيم قدام ليدز يونايتد، دخل فيه 3 اجوان بس قدرت تسجل 4 وتكسب المباراه. قدام تشيلسي كان بتلعب اوفسايد جيم، بس تشيلسي ما كانش عنده مقاومات اللي هو يعمل عليك مرتده سريعه ويكسبك او يجيب فيه جوان. ارسنال كنت بتضغط عليه ضغط عليه ما كانش عارف يتنفس اصلا، جيت قدام استون فيلا ضربت بال7 بسبب الاوفسايد جيم المبالغ فيه اللي بتلعبه. اه الاوفسايد جيم ممكن تبقى مفيده البدنيه للعيبه، ممكن تبقى مفيده بدنيه للعيبه، لكن الاوفسايد جيم بيضربك، بيضربك بواحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه. شفنا جوان كتير النهارده بسبب الاوفسايد جيم. لعيبه ليفربول واقفه في نص الملعب بتتضرب بمرتده بيروح جون على طول من غير اي مقدمات بسبب الاوفسايد جيم اللي بيلعبه يورجن كلوب. طب الحته الهجوميه، ليفربول اشبه السنه اللي فاتت زي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي السنه اللي فاتت لما كان بيغيب منه لاعب مهم من الملعب كان بيقع. شفنا لما لابورت اتصاب وقع ازاي، شفنا لما جول اتصاب وقع ازاي. ليفربول السنه دي تقريبا هيبقى شبه مانشستر سيتي، لانه شفنا النهارده ان ماني اول ما اتصاب جاله كورونا وغاب عن المباراه، خسرت كتير، ما بقاش عندك حلول هجوميه اكتر غير صلاح بس اللي عنده حلول هجوميه. يوتا لسه جاي ما بقالوش اسبوعين ثلاثه. فيرمينو ده عليه علامه استفهام كبيره قوي. هانس استفهام من السنه اللي فاتت ان انت النهارده جات لك كذا كور لفيرمينيو، 3-4 كور لفيرمينيو سجل منهم على الاقل 2، ما كنتش هتخرج بالنكسه دي. لو كان فيرمينيو جاب الكور اللي جات له كان النهارده ليفربول قدر يخرج ويكسب استون فيلا، لكن الكور اللي جت فيرمينيو ريحها. لازم فيرمينيو يقعد على الدكه شويه. لما ماني يرجع العب ماني، يلعب بصراحه العب بيوتا. لازم ماني يقعد على الدكه، فيرمينيو يقعد على الدكه شويه. ما بيقدمش اي حاجه. دي بالنسبه للكلوب. بالنسبه للعيبه، اللعيبه مش عارف، نص الملعب غريب، المدافعين غراب. فان دايك افضل مدافع في العالم بتتدرب بسهوله كده، ازاي بالسهوله دي؟ اعذروني انا في الحلقه دي مش هتكلم تكتيك كتير، مش هتكلم تكتيكيا كتير. احنا خارجين من مباراه غريبه، خارجين كواحد ليفربول، انا اشجع ليفربول بخسر بال7 من استون فيلا، طبيعي مش هتكلم في تكتيك، اعذروني مش هتكلم في تكتيك النهارده. خلينا نتكلم عن عناصر المباراه وليه النكسه دي حصلت. فان دايك النهارده بيتعدى بكل سهوله، خليت العالم كله يضحك عليك، خليت العالم كله يتريق عليك، خليت العالم كله يحفل عليك. هو العالم كله مستنيك تقع في غلطه بغلطتين عشان يبان ان هو ده 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 افضل مدافع في العالم، مستنيين منك غلطات، واديك تديلهم الغلطات ويجيبوا جول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع. ارنولد بيقدم لنا مباراه من مباريات 2017، بدايه طلوع ارنولد. ارنولد شوارع ورا في ظهره، شوارع في ظهره في الجون السابع بتاع جريليش، شوارع تعمل اوفسايد جيم والباك بتاعك طاير، الحته اللي الشمال اللي استون فيلا واليمين لليفربول مضروبه بطلقه. نيجي بقى للحلقه الاهم في الفضيحه بتاعت النهارده، هو ادريان في كذا مباراه، في كل مباراه بيلعبها ادريان لازم الغلطه اللي بيعملها هي غلطه الباص. انت حارس
ما بتعرفش تلعب برجلك، بتتفلسف وبتتفزلك وبتلعب برجلك ليه؟ شفنا السنه اللي فاتت ضد ساوثهامبتون انجز قدر يقطع من الكره يجيب في الجول، شفنا برضه السنه اللي فاتت اتلتيكو مدريد وجابوا في جوان. انت ما بتعرفش تلعب برجلك، بتتفلسف ليه يا حبيبي؟ بتتفلسف ليه؟ الكره بتجيلك شيل شيل على طول، بتتفلسف ليه؟ بتتفلسف ليه؟ العب على طول، شوت 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 الكوره طلعها، لكن ما بتتفلسفش تقعد تلعب لي برجلك كده. انت مش اديرسون ولا انت نوير، انت مش اديرسون ولا نوير، انت زيك زي كاريو زيك زي مينيوليه بالظبط، ما فرقتش عنهم اي حاجه اي حاجه. كاريس كان بيعمل اخطاء كارثيه، مينيوليه كان بيعمل اخطاء كارثيه، ادريان بيعمل اخطاء كارثيه. ادريان من يوم ما جه ليفربول ما عملش غير مباراه وحيده بس حلوه قدام تشيلسي في السوبر الاوروبي السنه اللي فاتت بس، مفيش مباراه لادريان شفتها، مفيش مباراه لادريان كانت مميزه. ادريان حارس فاشل، لازم ليفربول في الايام اللي جايه يجيب على الاقل حارس بديل تقيل شويه، حارس يعني افضل فريق في اوروبا الحارس بتاعه يبقى كده، افضل فريق في العالم الحارس بتاعه يبقى كده. ازاي اقنعوني ازاي ليفربول يكسب بالسبعه؟ هل الخساره دي هتاثر عليه في مشواره على الدفاع عن اللقب؟ ما اتوقعش. هي انا واثق، انا واثق ليفربول واثق في الكلوب، اللي هي كبوه وهي غفله، مباراه وبتعدي، مباراه وجت وعدت خلاص. خسرت بالسبعه في مباراه كل افراد المنظومه كانت غايبه وكل الافراد المنظومه كانت فايقه، كلوب، اللعيبه، حارس المرمى، نص الملعب. الحاجه المميزه اللي في ليفربول ان هجومه واقف على رجله، ان انا بنشوف النهارده ليفربول هجومه واقف على رجله. تخسر بالسبعة بتجيب جونين نوعا ما، المميز ليفربول واقف على رجله، لكن المنظومة الدفاعية لازم يورجن كلوب يبص عليها شوية، لازم منظومة الاوفسايد جيم لازم تتغير، لان انت هتتدرب كتير السنة دي بالاوفسايد جيم ده، تدرب كتير لسه عندك اهم مباراة جاية لإيفرتون، الديربي، ديربي مرسيسايد، ديربي ليفربول. لإيفرتون، إيفرتون خطير جدا هجوميا، هتلعب عليه اوفسايد جيم كده هتتدرب، هتتدرب وممكن تخسر كتير للاسف ضد ليفربول. هو يوم غريب، يوم عجيب بصراحه، في يعني يونايتد بيخسر بالسته من توتنهام وليفربول بترد عليه بالسبعه ضد استون فيلا، فاللي هو يوم ضرب من ضروب الخيال، يعني يوم ما فيش اي حاجه مميزه فيه ولا لجمهور ليفربول ولا لجمهور مانشستر يونايتد. هارد لك لكل جماهير ليفربول، هارد لك لكل جماهير ليفربول، وانا اقولهم مبروك لو في حد بيشجع استون فيلا، مبروك لتريزيجيه اللاعب المصري، مبروك للمحمدي. هي كابو وهي غفله يا جماهير ليفربول، وما تزعلوش نفسكم، من المباراه الجايه هتشوفوا شكل تاني لليفربول، وانا واثق من يورجن كلوب انه يعمل شكل تاني لليفربول. بس ده كان رايي في مباراه النكسه 7-2 من استون فيلا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب قناه واشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك حلقات اول باول، وتابعوا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.